السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى جولة إخبارية ميدانية لهذا اليوم عبر برنامج الحدث. نتناول آخر المستجدات على الساحة السورية اليوم، ونستطلع التطورات الميدانية على الأرض عبر شبكة مراسلين في مختلف المحافظات السورية وكذلك النشطاء الإعلاميين. ودعونا نبدأ من إدلب، 5 شهداء في قرية بدامة وخنشيخون بقصف للطيران الروسي، والثوار يقصفون تجمعات للنظام في كفرية والفوعة بصاروخ فيل. ومزيد من التطورات اليوم في إدلب للوقوف عليها معي مراسلنا حسين الزيدي. حسين، مرحبا بك. حياك الله ناصر. أهلا بك حسين، ما هي آخر حصيلة للشهداء اليوم في بدامة وخنشيخون؟ حقيقة النصر، لليوم الثاني على التوالي الطيران الروسي يستهدف مدينة جسر الشغور وعدة قرى محيطة بها كالنازية وأبدامة والتي سقط بها 5 شهداء في أبدامة وحدها، هم أم وأربعة من أطفالها، وإصابة أكثر من 10 آخرين جروح نتيجة غارتين بالطيران استهدفتا القرية ظهر اليوم. ايضا كان هناك قصف مدفعي وقصف بالطيران الروسي استهدف بلده التمانعه بالريف الجنوبي، كان مصدر قصف المدفعي من حاجز او منطقه تمعان بريف حما الشمالي. طبعا لم تسفر عن وقوع اصابات لان منطقه التمانعه خاليه تماما من السكان بسبب شده القصف عليها منذ فتره طويله. نعم حسين، يعني هل من ضحايا في قصف جسر الشغور اليوم؟ ذكرنا أن الحصيلة كانت 5 شهداء وعدة إصابات في قرية أبدامة الواقعة بريف جسر الشغور. أما في قرية الناجية ومدينة جسر الشغور نفسها لم يوجد ضحايا، لكن هناك بعض الإصابات بسبب تلك الغارات. نعم، وماذا عن استهداف الثوار لكفرية والفوعة بصاروخ فيل؟ هل من معلومات دقيقة عن إصابات مباشرة في صفوف النظام هناك؟ نعم ناصر، وردنا أن الثوار في منطقة كفرية والفوعة استهدفوا البلدات في صواريخ فيل أمس، ولا يوجد رقم أو حصيل. كفرية والفوعة محصنة بسبب شدة القصف عليها قبل النظام والمعارضة، فالمعلومات التي وردتني من شخص مقرب من تلك المنطقة أن هناك تحصينات قوية جدا لأهالي قرية الفوعة وقفرية، فهناك كما يذكر أن يوجد ملاجئ في كل بيت، يوجد مدينة تحت المدينة وخنادق وملاجئ تحت الأرض في تلك المنطقة. لو تسمح لي ناصر بالتنويه قليلا. نعم تفضل. للجوح الجماعي لأهالي مدينة إدلب ولأهالي قرية الناجية بريف جسر الشغور، اليوم هناك حركة نزوح كبيرة في تلك المناطق بسبب القصف المتعمد وبشكل يومي على قرية الناجية وإدلب المدينة. توجه معظم الأهالي إلى مناطق أكثر بالنسبة لهم، منهم إلى الريف، إلى الأراضي التركية، إلى المخيمات الخليجية. نعم حسين، وهل يستطيعون الدخول إلى من الحدود التركية؟ يعني نسمع أن هناك تشديد على البوابات الحدودية وعلى دخول الناس بشكل غير نظامي، هل يستطيع الناس الدخول اجتياز الحدود التركية؟ طبعا هناك تجار في تلك المناطق يقومون بإدخال العوائل بمبالغ مالية كبيرة، الحدود طويلة ولا يمكن لضبطها بشكل تام. بعض العوائل قامت بالتسجيل عبر معبر باب الهوى من أجل الدخول بشكل نظامي عن طريق الجوازات النظامية. كانوا بعض العوائل قطنت المخيمات أو سكنت المخيمات لفترة قليلة ليس ما تصدر أسماءها بعد التحقيق الأمني الذي يصدر من قبل الحكومة التركية للسماح لهم بالدخول إلى أراضيها. نعم، وما هي أحوالهم حسين؟ يعني اجتياز الحدود صعب اليوم بسبب تشديد الجندرمة التركية على الحدود، وفي خاصة في هذه الأجواء القاسية، ما حال الناس هناك على الحدود؟ طبعا حالهم كحال كل أهالي سوريا،
اجتياز الحدود بشكل غير شرعي لا يسمح المهربين في تلك المنطقة باصطحاب أكثر من حقيبة صغيرة من أجل سهولة العبور للمناطق، لأن بعض المناطق خطيرة يتعرضون لإطلاق نار، بعض المناطق أيضا وعرة يحاولون صعود جبال والمشي في الوديان، لذلك الحمولة تكون لهم بعض الشيء، فلا يسمح لهم إلا باصطحاب ثيابهم. الناس في مدينة إدلب تركوا منازلهم كما هي وخرجوا منها خوفا من القصف، فالأرواح غالية، والأهالي تقريبا حاولوا الفرار بأنفسهم تاركين وراءهم كل شيء. نعم، حسين الزيدي مراسلنا من إدلب كنت معنا، شكرا جزيلا لك حسين على ما أفادنا حسين بخمسة شهداء في غارتين على بدامة وقصف أيضا على التمانعة وعلى عدة مناطق في ريف إدلب واستهداف إكفريا والفوعة بصواريخ فيل من قبل الثوار. أنتقل مشاهدينا إلى دمشق، حيث سقط 4 شهداء في بيت نايم وزملكة بقصف مدفعي من قوات النظام، بالإضافة إلى 2 في معظمية الشام بقصف مدفعي لقوات النظام، وما تزال عملية إبادة دارية مستمرة من قبل النظام. ولمزيد من المعلومات مع مراسلنا حازم الشامي. حازم، مرحبا بك. نعم، أهلا ناصر. أهلا بك حازم، يعني ما هي المعلومات عن القصف على الغوطة الشرقية، وهل من ضحايا اليوم غير ضحايا بيت نايم؟ نعم، المجال يعني وحدة في مناطق الغوطة الشرقية حازم، لو سمحت لو تكلمت بهدوء قليلا لأن الصوت سيء من الاتصال. نعم، كما تشاهد الآن تفتكر في مناطق من أنت وشهيد بين الأرض على الصوب الشعبي في منطقة، طبعا مباشرة سارع الدفاع المدني وخرج تلك الإصابات. طبعا العدد تقريبي كما ذكرنا 35 شهيد، لكن حازم العدد لم أفهم بالضبط المنطقة بسبب سوء الاتصال، أين تركز هؤلاء 35 شهيد؟ في منطقة بزينب داخل الغوطة الشرقية، عن النظام السوري قد أصبح صاروخ أرض أرض من نقاط الاشتباك مناطق المرج، طبعا على منطقة بزينة. طبعا المنطقة المخصصة الكل يعلم أنها منطقة شاعرة فيها معارك بين الثوار وقوات النظام، أيضا استمرت الطائرات الروسية بقصفها لمناطق الشعبية وأيضا بيت نايم وأيضا بيت سوا ملكة وأيضا مدينة دوما. طبعا كل هذه المناطق هدفها الطيران الروسي، وستقصف عنيف يسد بلدة عين ضرمة. استمرت الاشتباك مناطق المرج مع الثوار من تحرير عدة مزارع وأبنية، طبعا على أطراف منطقة مرج السلطان، ولا زال الثوار حتى اللحظة يستعيدون النقاط الذي خسروها في الأيام الماضية. أما منطقة تل الصوان فقد قامت غرفة العمليات المشتركة باستهداف أحد قوات النظام صاروخ من نوع بين، طبعا تم تحقيق إصابات مباشرة بين صفوف قوات النظام. لو انتقلنا إلى منطقة الزبدين فقد شهدت البلدة قصف عنيف بقذائف الهاون، وقد كان الثوار يقومون بشن هجوم معاكس على مقرات قوات النظام. طبعا حتى اللحظة لم ترد أي أنباء من التشكيلات العسكرية المتواجدة هناك. لو انتقلنا إلى حي جوبر الدمشقي، طبعا تعرض الحي لقصف عنيف والكوني والصباح وسط تحليق مكثف لطيران في سماء الحي. أيضا كانت قوات النظام قد مشطت جميع جبهات الحي وخاصة محور طيبة، طبعا كانت تمشطهم بالرشاشات الثقيلة، كما دارت الشبكات أيضا على أطراف المتحرك الجنوبي مع قصف عنيف بدافع 57. أما عن العاصمة دمشق فقد تم التأكد من سقوط قذيفة هاون في منطقة باب تومغة، وذلك أو القذيفة مجهولة المنطقة، ترد أي أنباء أخرى أو أنباء عن إصابات في تلك المنطقة. وفتنا إلى منطقة غربية فقد قام طيران المروحي باستهداف مدينة ريب أكثر من نعم حازم، يعني ما سبب هذه الحملة المستمرة على درية؟ يعني هل هو حقد النظام بسبب فشله مرارا وتكرارا
باقتحامها والخسائر التي مني بها هناك في داريا؟ نعم ناصر، في منطقة دارية طبعا قامت قوات النظام باستهداف الطرقات العامة في المنطقة. طبعا لم يكن هناك محاولات تقدم اليوم، ربما تكون جبهات هادئة نسبيا باستثناء الجبهة الشمالية الغربية لمدينة دارية. طبعا تم التأكد من أكثر من 14 برميل متفجر بالتزامن مع قيام الطيران الروسي بشن أكثر من 7 غارات جوية هدفت جنوب غرب معظمية الشام المتصلة مع منطقة دارية، بالتزامن مع سماع رشقات من الرصاص في المنطقة الواقعة بين معظمية الشام ودارية، فيما قامت قوات النظام باستهداف طريق خان الشيح زاكية بالرشاشات الثقيلة ومركز القصف من الفوج 137. فأما على منطقة وادي بردة فقد قامت قوات النظام بالرشاشات المتوسطة من عيار 14.5 المثبتة على اللواء الحرس الجمهوري 104 باستهداف الطريق الواصل بين قريتي دير مقرن وأيضا إفرة. طبعا تم استهدافهم بعشرات الطلقات من الرشاشات المتوسطة. نعم حازم الشامي مراسلنا من دمشق، شكرا جزيلا لك. أفادنا حازم بسقوط 35 شهيدا في منطقة بزينة داخل الغوطة الشرقية، إذا كنت قد سمعت جيدا، وقصف عنيف على معظم بلدات الغوطة الشرقية وعلى دارية وعلى المعظمية أيضا، وقذيف التهاون في باب دوما في دمشق، وقصف على حي جوبر أيضا في العاصمة، والكثير من التطورات. فاصل ونعود مشاهدينا الكرام. أهلا بكم. بالانتقال إلى حلب، شهداء بكفر داعل والشيخ مقصود بقصف للطيران الحربي، والثوار يستهدفون تجمعا للميليشيات التابعة للنظام بخان طومان. وللمزيد من التفاصيل أيضا معي مراسلنا الميداني أبو اليزيد التفتنازي. أبو اليزيد مساء الخير. حياك الله. أهلا بك معنا أبو اليزيد. ما هي الحصيلة النهائية للشهداء في كفر داعل؟ نعم، نبدأ من ريف حلب الغربي حيث استشهد طفلين بالإضافة إلى آذي مدرسة، وأصيب العديد من الأطفال جراء غارات جوية روسية على قرية كفر داعل في الريف الغربي. أيضا شن الطيران الحربي 3 غارات جوية على بلدة كفرناها ما تسبب بنشوب حريق. طبعا بالانتقال إلى جبهات ريف حلب الجنوبي، حيث تمكن جيش الفتح صباح اليوم من إحباط محاولة الميليشيات الإيرانية والعراقية التقدم نحو بلدة الزربة وقرية البرقوم في الريف الجنوبي، ما تسبب أيضا بمقتل وجرح العديد من الجنود. أيضا الثوار تمكنوا من تدمير مدفع 23 إضافة إلى دبابة بصاروخي تاو مضادين للدروع على جبهة خان طومان، كما استهدفوا مواقع قوات النظام في خان طومان بالمدفعية الثقيلة بالإضافة إلى زيدان. ولكن هل من تقدم في خان طومان أبو اليزيد لا، للثوار؟ قوات النظام الآن تسيطر على بلدة خان طومان، في حين يسيطر الثوار على صوامع خان طومان القريبة من أوتوستراد دمشق حلب الدولي. نعم، أيضا هناك تطورات، يعني هل هناك تطورات على الجبهات مع تنظيم الدولة في الريف الشرقي؟ لا، بالنسبة للتطورات لا، ولكن القصف مستمر على ريف حلب الشرقي حيث استشهد شخص وأصيب 3 آخرون خلال قصف استهدف محيط مدينة مسكنة. أيضا شن الطيران الروسي غارتين جويتين على مدينة الباب دون وقوع إصابات. في الريف الشمالي أيضا استهدف الطيران المروحي منطقة الملاح بالألغام البحرية ما تسبب بأضرار مادية، واستغارات جوية روسية مكثفة على مناطق ريف حلب الجنوبي، وأخص بالذكر مناطق اللاقي على أطراف أوتوستراد دمشق حلب وخاصة إيكاردا والبرقوم وبانوس بالإضافة إلى بلدة الزربة. نعم أبو اليزيد، يعني وهل من تطورات في مدينة حلب اليوم؟ لا، مدينة حلب اليوم الأمور هادئة نوعا ما، خاصة مع هدوء وتيرة الاشتباكات على جبهات حلب المدينة. يعني ما وضع الهدنة التي وقعت بين الميليشيات الكردية والثوار في الشيخ مقصود؟ هل هي تسير على ما يرام؟ نعم، إلى الآن لا يوجد خروقات، خاصة بالأمس قصف طيران نظام مواقع تابعة لمواقع داخل حي الشيخ مقصود ما تسبب بارتقاء شخصين وجرح آخرين.
نعم أبو اليزيد، بالنسبة للريف الحلبي وفصل الشتاء، ماذا عن ذلك؟ يعني هل يستطيع الناس أو الجهات المعنية هناك تأمين مواد الوقود وما يحتاجه الناس هناك في الريف الحلبي؟ نعم، عموما الحالة الإنسانية صعبة جدا، سواء كانت أهالي الريف الحلبي، خاصة النازحين من الريف الجنوبي حيث انتقلوا إلى مناطق سواء ريف إدلب أو حتى ريف حلب الغربي. طبعا ناهيك عن القصف الذي يتعرضون له يوميا، يعني هناك صعوبات في تأمين سواء المحروقات سواء الألبسة والأغذية أو حتى مصروف اليومي يعني من طعام وغذاء. طبعا قلة فرص العمل هذه يعني أصبحت شائعة جدا، يعني معظم الناس تركت مصالحها خاصة مع النزوح، فالحالة الإنسانية عموما صعبة لمعظم الناس حتى في المناطق المحررة ككل. نعم أبو اليزيد التفتنازي مراسلنا الميداني، كنت معنا من حلب، شكرا جزيلا لك أبو اليزيد على ما أفدتنا. أنتقل مشاهدينا إلى حمص، حيث سقط 3 شهداء في الرستن جراء قصف الطيران الحربي بالتزامن مع قصف على عموم الريف الشمالي، والثوار أيضا استهدفوا معاقل النظام في كتيبة الهندسة وبقذائف الهاون، وغارات أيضا على تدمر واستهداف لمهين في الريف الشرقي. لمزيد من التفاصيل معي مراسلنا أنس أبو عدنان. أنس مرحبا بك. أهلا بك ناصر، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أسعدك الله أنس، ما هي المعلومات عن استهداف الريف الشمالي لحمص، وما حصيلة الشهداء والإصابات اليوم؟ نعم ناصر، تصعيد عسكري على مدينة حمص، حيث شهدت المدينة تحليقا مكثفا للطيران الحربي والطيران المروحي. فلم يهدأ الطيران الحربي الروسي والمروحي أيضا على التحليق فوق سماء المدينة، حيث قام الطيران الحربي بشن 12 غارة جوية استهدفت بثمانية غارات جوية بالصواريخ الفراغية مدينة الرستن، وغارتين على قرية ترمعلة، على قرية العمرية، وغارتين أيضا على قرية عيون حسين. أدى هذا القصف إلى ارتقاء 4 شهداء وسقوط عدة جرحى في صفوف المدنيين في مدينة الرستن، علما أن أغلب الجرحى هم في حالة خطرة. كما أدى هذا القصف إلى دمار في المنازل السكنية والممتلكات العامة. هذا وقد قام الطيران المروحي أيضا إلقاء 4 براميل متفجرة استهدفت المنازل السكنية وسط قرية ترمعلة، ما أدى إلى دمار في المنازل السكنية. وقد تعرضت مدينة تلبيسة والحولة وترمعلة للقصف بالمدافع الثقيلة والرشاشات المتوسطة التي استهدفت المنازل السكنية بشكل مباشر. وقد جرت اشتباكات أيضا بين الثوار وقوات النظام على جبهات الكم والفرقة 26 وجبهة المحطة. وقد قام الثوار باستهداف معاقل قوات النظام المدافع الثقيلة التي استهدفت تجمعات قوات النظام في كل من قرية مريمين والقبو وشنية وحواجز قرمص وكتيبة الهندسة شمال مدينة الرستان والفرقة 26، ما أدى إلى تحقيق إصابات في صفوف قوات النظام، وذلك ردا على التصعيد العسكري في ريف حمص الشمالي. نعم أنس، بالنسبة للريف الشرقي ما التطورات اليوم؟ أيضا هناك استهداف على ما يبدو لمهين وتدمر. نعم ناصر، طبعا في ريف حمص الشرقي فقد شن الطيران الحربي الروسي 10 الغارات الجوية بالصواريخ الفراغية والموجهة التي استهدفت كل من بلدة مهين ومدينة القريتين وتدمر وحوارين والحدث والخنثر، أدى إلى دمار في المنازل السكنية والممتلكات العامة دون أي إصابات. وقد قامت قوات النظام أيضا باستهداف بلدة مهين وحوارين والحدث والخنثر والقريتين بمدافع الهاون والفوزديكا والرشاشات المتوسطة وراجمات الصواريخ. تركز القصف أيضا على المنازل السكنية والطرقات الحربية، علما أن نسبة الدمار في تلك المناطق التي تقع تحت سيطرة تنظيم الدولة تجاوزت 70%. قد جرت اشتباكات بين تنظيم الدولة وقوات النظام في كل من محيط بلدة مهين البيضاء الغربية ودول زراعية وحقول شاعر. أما بالنسبة للاشتباكات الأعنف بين تنظيم قوات النظام كانت في محيط بلدة طبط من الجهة الغربية على تخوم بلد على من الجهة الغربية حيث تلال الحزم، حيث استخدم الطرفين الأسلحة الثقيلة والمتوسطة. وقد تبادل الطرفين القصف المدافع الثقيلة وسط محاولات جديدة لقوات النظام أجل التقدم في الريف الجنوبي واستعادة السيطرة التي سقطت بها تنظيم الدولة. حصيلة تلك الاشتباكات كانت سقوط أكثر من 30 قتيلا وجريحا في صفوف الطرفين. نعم أنس، بالنسبة للريف الشمالي لحمص وهو محاصر
من الشمال بوجود قوات النظام في حماة، ومن الجنوب أيضا في حمص. يعني ما هي الحالة الإنسانية في الرستن وتلبيسة وهذه المدن والقرى في الريف الشمالي؟ عم ناصر، بالنسبة للحالة الإنسانية في ريف حمص الشمالي هي سيئة جدا بسبب الحصار الخانق الذي يخيم على الريف الشمالي، لا سيما الحواجز أيضا المتواجدة في محيط الريف، نذكر منها حاجزي ترمالة وحاجز تل عمري في الشرق، وكتيبة الهندسة أيضا من الشمال، وقد تحكم أيضا قوات النظام الحصار الخانق وتمنع أيضا من دخول المواد الغذائية والمواد الطبية إلى ريف حمص الشمالي في ظل أوضاع سيئة جدا في خصوصا في العائلات النازحة من القرى التي تتعرض للقصف. نعم، أنس أبو عدنان مراسلنا من حمص، شكرا جزيلا لك. أفادنا أنس باستهداف يومي لمعظم مناطق الريف الحمصي، في خاصة في الريف الشرقي والريف الشمالي، وعدد من الشهداء في الرستن، واشتباكات أيضا في الريف الجنوبي في محيط حقل شاعر بين النظام وتنظيم الدولة. مشاهدينا، فاصل ونعود. أهلا بكم بالانتقال إلى حما مشاهدين الكرام، حيث تطورات جديدة اليوم، غارة على قلعة المضيق، وتقدم لتنظيم الدولة باتجاه بلدة عقرب في الريف الجنوبي. ولمزيد من التفاصيل معي مراسلنا من حما محمد الخاني. محمد، مساء الخير. نعم، مساء الخير ناصر، مساء الخير لك والإخوة المشاهدين. أهلا بك محمد. يعني يبدو أن قلعة المضيق دخلت في خط الاستهداف اليومي، ما الأخبار اليوم في قلعة المضيق؟ نعم ناصر، شلنا طيران العدوان الروسي صباح اليوم غارة جوية على بلدة قلعة المضيق في ريف حماة الشمالي والشمالي الغربي، كما تعرضت هذه البلدة في يوم أمس لغارة بالألغام البحرية ولقصف أيضا براجمات الصواريخ، خلف دمارا وجرح عدد من المدنيين، فيما ارتقت طفلة شهيدة في هذه البلدة جراء ذلك القصف. في الريف الجنوبي أيضا ناصر، فقط للتصحيح، قوات النظام من حاولت التقدم باتجاه بلدة عقرب من عدة محاور في الريف حماة الجنوبي، تقدمت أو تسللت مجموعة من عناصر كتائب الهندسة التابعة لقوات النظام وحاولت التقدم من باتجاه بلدة عقرب، وتم الاشتباك وإعادتهم إلى مواقعهم، كان ذلك بالتزامن مع قصف استهدف هذه البلدة المحاصرة من قبل، كان القصف من قبل حاجز الطاعونة الموالية وحاجز تل حوا في الريف الجنوبي لحما. أيضا ناصر، لو انتقلنا إلى الريف الشرقي، شن طيران العدوان الروسي غارات جوية على قرية الرهجان دون ورود أنباء عن وقوع إصابات في صفوف المدنيين. أيضا في الريف الشمالي لحماة استهدفت مروحية للنظام، طبعا هذه الاستهدافات تكون بشكل يومي ومستمر، استهدفت مدينة كفرزيتا بالبراميل المتفجرة في ليلة أمس، كما ألقت مروحية أخرى ألغام بحرية على مدينة مورك ولحايا في الريف الشمالي أيضا. نعم ناصر. نعم، هل من جديد على جبهة كفرنبودة والمغير محمد؟ حقيقة بالنسبة لجبهة كفرنبودة المغير، حاولت قوات النظام في الآونة الأخيرة التقدم باتجاه قرية التشنابرة القريبة من بلدة كفرنبودة ومن محور المغير الملاصق لبلدة كفرنبودة، لكن كتائب الثوار المتواجدة هناك تصدت وبقوة وأوقعت خسائر كبيرة في قوات النظام، لكن في اليوم ويوم أمس لا يوجد أي تقدم أو محاولة اختراق من قبل قوات النظام لدفاعات الثوار على معظم المحاور، سواء في الريف الغربي لحماة وانتقالا الى الريف الشمالي والشمال الغربي والريف الشمالي، ايضا في الريف الشرقي طبعا خط جبهه طويل وكتائب الثوار متواجده هناك وبقوه وتمنع اي تقدم لقوات النظام باتجاه المناطق المحرره. نعم محمد، بالنسبه نعود بالعوده الى قلعه المضيق، يعني هناك حالة إنسانية يبدو صعبة، من أين يستطيع الناس في قلعة المضيق تأمين موادهم ضرورياتهم من مواد غذائية ومن غيرها، وهي تقع ضمن مناطق مؤيدة وحواجز للنظام كثيرة في تلك المنطقة؟ يعني لو تشرح لي صعوبة تأمين المواد في قلعة المضيق. نعم، كما ذكرت ناصر، بلدة قلعة المضيق ملاصقة للمناطق الموالية، سواء وأهمها مدينة إسقليبية في الريف الشمالي والشمال الغربي، تقوم قوات النظام باستهدافها والانتقام من بعملية الاستهداف من خسائرها في
معظم مناطق ريف حماة. طبعا هذه البلدة معظم سكانها نزحوا بسبب القصف ثم يعودون للبلدة بعد هدوء القصف عليهم على بلدتهم. طبعا بالنسبة لتأمين مساعداتهم وتأمين احتياجاتهم، نحن نعلم في معظم وفي جميع المناطق المحررة هناك عبارة عن جمعيات ومنظمات تقوم بتقسيم المناطق إلى قطاعات. هناك بعض المنظمات تتولى أمور النازحين وأمور أهالي الأهالي المقيمين في البلدات التي تعرض للقصف. هناك منظمات تقوم بتقديم المساعدات الإنسانية الغذائية، وليس هناك أي مساعدات أخرى من نوع آخر تقدم للنازحين وأيضا للمقيمين في المناطق المحررة. نعم، محمد الخاني مراسلنا من حماة، شكرا جزيلا لك. أفادنا محمد بغارة على قلعة المضيق واستشهاد طفلة هناك، غارة جوية روسية، ويبدو أن قلعة المضيق دخلت في على خط الاستهداف اليومي للطيران الروسي وطيران النظام، ومحاولة تقدم فاشلة للنظام على قرية عقرب باءت بالفشل، وغارات أيضا على الرهجان في ريف حماة الشرقي. هذا كان تطورات ريف حماة لهذا اليوم. فاصل ونعود مشاهدينا الكرام. أهلا بكم بالانتقال إلى اللاذقية مشاهدينا الكرام، حيث شهيدان وجرحى في قريتي كنسبة وشحرورة بغارات روسية، وغارات أيضا على مواقع سيطرة الثوار في جبلي الأكراد والتركمان. والثوار يدمرون دبابتين لقوات النظام في جبل الأكراد. ومعنا لمزيد من التفاصيل الناطق باسم فريق نبض الساحل محمد الحسن. محمد مرحبا بك. مرحبا بك ناصر. أهلا بك يا محمد، يعني التطورات اليوم في ريف اللاذقية، ما هي حصيلة الشهداء أولا في باستهداف قرى كنسبة وشحرورة اليوم؟ نعم حقيقة ناصر، أكثر من 10 شهداء كحصيلة أولية بسبب القصف العنيف من قبل سلاح الجو الروسي الذي يستهدف جميع قرى جبل الأكراد وريف اللاذقية بشكل عام. ارتقى 5 شهداء وجريحين في بلدة بدامة، والبحث جاري إلى الآن للبحث عن جثث وجرحى تحت الأنقاض. شهيدين وجريحى في قرية عين الغزال، وثلاث شهداء وعدد من الجرحى في قرية شحرورة في جبل التركمان بسبب القصف الممنهج الذي يستهدف كامل قرى ريف اللاذقية من قبل سلاح الجو الروسي واستناد من المدفعية وراجمات الصواريخ. وقصف عنيف جدا أيضا يستهدف التجمعات السكنية المكتظة والقرى المدنية البعيدة عن أماكن تمركز الثوار ومناطق الاشتباك. يعني نعم برأيك يا محمد، ما هو سبب هذه الهجمة العنيفة العدوانية من الطيران الروسي وطيران النظام؟ نعم، النظام يقوم بالسعر للخسائر الفادحة التي أحدثها قوات الثوار من خلال سيطرتهم على عدة مناطق استراتيجية كان مسيطر عليها حقيقة منذ بداية الحملة العسكرية على ريف اللاذقية. نعم، وما هي تطورات المواقع التي يسيطر عليها الثوار في جبل الأكراد محمد؟ نعم، اشتباكات عنيفة حدثت يوم أمس في محور قلعة غزالة في محيط قمة النبي يونس. حقيقة قام الثوار بتدمير دبابتين لقوات النظام بصواريخ تو مضادة للدروع، أحدها كانت متمركزة في محيط قلعة غزالة والأخرى في محور مركشيلة. وأيضا الآن هدوء حصر حقيقة على بعض محاور ريف اللاذقية تقطعه اشتباكات أو مناوشات بين الطرفين، وقصف يستهدف لبعض المحاور. نعم، وبالنسبة لقرى جبل التركمان محمد أيضا؟ نعم، قصف يستهدف محيط قرية ربيعة براجمات الصواريخ أيضا، وسجلت أكثر من غارة استهدفت أحدى قرى جبل التركمان. نعم محمد، بالنسبة للجرحى الذين أو الإصابات في هذه القرى في ريف اللاذقية التي قصفت اليوم، يعني هل هناك نقاط طبية تفي بالغرض يعني لمعالجة هؤلاء أم ماذا الوضع هناك؟ نعم حقيقة ناصر، النقاط الطبية متواجدة وباستنفار حقيقة منذ بداية الحملة العسكرية على ريف اللاذقية، ومجهزة بالأدوات اللازمة حقيقة لإسعافات أولية ثم نقل المصابين إلى الأراضي التركية. نعم محمد، يعني هناك يعني مخيم أنشئ مؤخرا على الحدود التركية، هل يعني ما هي قدرة أو استطاعة هذا المخيم، استطاعة الاستيعاب، وهل يفي بالغرض؟ أنا لا أسمعك جيدا أخي ناصر.
محمد، أسألك عن المخيم الذي أنشئ حديثا على في ريف اللاذقية على الحدود التركية، هل يفي بالغرض؟ يعني هل لديه قدرة استيعاب كافية للنازحين هناك؟ حقيقة ناصر، المنظمات التي تعمل على إنشاء هذه المخيمات تعمل بكامل طاقتها لاستيعاب هذا العدد الهائل حقيقة من النازحين المتواجدين الآن على الحدود السورية التركية. نعم، ما الوضع الإنساني بشكل عام محمد في ريف اللاذقية؟ حقيقة الوضع الإنساني أخي ناصر سيء جدا بسبب القصف العنيف الممنهج الذي يستهدف قرى ريف اللاذقية، ومن وهروب أو نزوح الأهالي للحدود السورية التركية خوفا على حياتهم وعلى حياة أطفالهم. حقيقة الآن النازحون حقيقة يسكنون في العراء بانتظار معونات أو خيام تأتيهم من المنظمات. نعم، هل باستطاعتهم اجتياز الحدود التركية عن طريق الدخول بشكل غير نظامي، أم أن هناك صعوبة؟ يعني ما أحوال الناس التي تتجه باتجاه الحدود التركية اليوم؟ نعم، صعوبة أخي، صعوبة بالغة بقطع الحدود السورية التركية حقيقة بسبب انتشار أيضا العساكر الأتراك على طول الحدود السورية التركية. نعم، محمد الحسن الناطق باسم فريق نبض الساحل، شكرا جزيلا لك، أفادنا محمد بسقوط 5 شهداء أو ربما 10 إذا احتسبنا شهداء الدامة أيضا اليوم في قصف روسي على قرى ريف اللاذقية، واستهداف أيضا لمعظم قرى جبلي الأكراد والتركمان. بهذا نصل مشاهدينا الكرام إلى نهاية لقائنا لهذا اليوم، أشكر لكم حسن المتابعة، ولمزيد من التطورات والتفاصيل تابعوا موقعنا jessertv.com وعلى أيضا على شبكات التواصل الاجتماعي. موعدنا يتجدد معكم غدا إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله.